إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلكم تذكرون أننا في درس الأمس تحدثنا عن موضوع صيام عاشوراء، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن من صام يوم عاشوراء غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوب سنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني اليوم التاسع واليوم العاشر في الشهر. اليوم التاسع اللي هو اليوم وغدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى هو اليوم اليوم العاشر، يبقى كده التاسع التاسع والعاشر. وقلنا بأن صيام يوم عاشوراء بيكون على ثلاثة مراتب: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، يعني اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو صيام اليوم التاسع واليوم العاشر، أو طبعا صيام العاشر فقط. يعني من لم يستطع أن يصوم يومين أو يصوم ثلاثة أيام، على الأقل يصوم اليوم العاشر، واليوم العاشر طبعا اللي هو غدا بمشيئة الله عز وجل. فلسفة الصيام في الإسلام، يعني دايما العبادات أو أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج لها نوافل، والله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، ده حديث قدسي رواه الإمام البخاري، يقول في رب العزة سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى أداء الفرائض أولا، يعني بالنسبة مثلا لفريضة الصيام، يبقى الصيام شهر رمضان أولا، ويظل هناك نوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، يعني أحب صيام يتقرب به الإنسان الله سبحانه وتعالى هو صيام الفريضة، وبعد ذلك يأتي صيام النافلة. صيام النافلة مثلا بيكون على يعني مثلا على سبيل المثال، من صام رمضان أربعة بستة من شوال كان كما صام أبو داود في السنن، وكذا الإمام الترمذي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاهده صيام الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عمل وأنا إيه وأنا صائم. يبقى إيه أيضا موضوع إن الإنسان يستمر في عملية الصيام، ليس في صيام رمضان فقط، وإنما صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وبعد كده في الاثنين والخميس. من لما طبعا الاثنين والخميس ده بيبقى على مدار الشهر كم يوم؟ 8 أيام. يعني لو صام في الأسبوع يومين، يبقى على مدار الشهر 8 أيام. إلا من استطاع أن يصوم الأيام الثمانية، ليس شرط أن هو يصوم كل اثنين وخميس، من ممكن أن يصوم الاثنين فقط، ممكن أن يصوم الخميس فقط، ممكن أن يصوم في أسبوع لا يصوم في أسبوع آخر. يعني اللهم إلا إذا نذر نذرا وليوفوا نذورهم، يعني فرضا واحد مثلا قال: لئن أكرمني الله سبحانه وتعالى بشيء ما لأصومن الاثنين والخميس عاما كاملا، أو لأصومن يعني دائما الاثنين والخميس طول حياتي، يبقى ده اسمه صيام النذر. يبقى هو نذر الله سبحانه وتعالى ان يصوم الاثنين، لكن لو لم يقم بالنذر فان صام في اسبوع فبها ونعمت، ان لم يصوم فليس عليه حرج، لانه في الاول وفي الاخر الصيام ايه؟ صيام نافله وصيام تطوع. طب الا ما استطاع ان يصوم الاثنين والخميس، يعني 8 أيام من كل شهر، يبقى عندنا مثلا 3 أيام في الشهر، الايام البيض: 13، 14، 15، او 12، 13، 14. وهذا واضح في النبي صلى الله عليه واله وسلم، كان يحث الصحابه رضي الله عز وجل عليهم في صيام هذه الايام. وذكرنا حديث ابو هريره رضي الله عنه، وحديث رواه الامام البخاري في صحيحه: اوصاني خليلي أوصاني خليلي بثلاث لا أدعون حتى أموت، أن أصوم 3 أيام من كل شهر. مش عارف هنا أسمر ليه، ده عشان في شيء مثلا وراه ولا هي الخلفية كده ولا هذا؟
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاعد صيام الاثنين والخميس، الاثنين والخميس يومين في الأسبوع، يبقى كده 8 أيام في الشهر. طب لما استطاع الإنسان أن يصوم 8 أيام في الشهر، يبقى على الأقل إيه؟ يبقى على الأقل الأيام الثلاثة اللي هي الأيام اللي هي البيض 13 14 15. إن لم يستطع أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم 3 أيام في كل شهر، يبقى في أيام يعني ثوابها سبحان الله عظيم وأجرها كبير، زي صيام يوم عرفة وصيام إيه؟ وصيام عاشوراء. تخيل مثلا في صيام يوم عرفة، يوم واحد، الله سبحانه وتعالى يكفر به ذنوب سنتين. في صيام عاشوراء، الله سبحانه وتعالى يغفر به ذنوب إيه؟ يغفر به ذنوب سنة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بينصح الإنسان بعملية الصيام، يبقى على أساس أنه يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالإيه؟ بالنوافل حتى أحبه. يبقى الأول الفرائض، وبعد ذلك الإيه؟ النوافل. يعني سبحان الله، بعض النساء مثلا بيسأل يقول لك: والله أنا يعني حتى بعض الأخوات ربما حتى في الأيام الأخيرة تقول مثلا: أنا كان علي صيام أيام في رمضان، مثلا في أيام ربما كانت ترضع، ربما كانت حامل، ربما كانت عليها دورة شهرية، ربما كانت مريضة، ولم تكمل صيام أيام رمضان بعد، فهل يجوز أنها تصوم أيام النوافل وهي لم تصم الفريضة؟ فقلت يعني قلت لها: إذا كانت بفضل الله سبحانه وتعالى متأكدة أنها ستصوم الفريضة، فمن الممكن أن تصوم هذه الأيام اللي هي الأيام النافلة، هي صيام عاشوراء أو صيام 9 والعاشر أو صيام الأيام اللي هي البيض، ومع ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى تعجل بعد ذلك في صيام النوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الخلاصة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن غدا هو اليوم العاشر، بل لما استطع طبعا أن يصوم اليوم على الأقل. طبعا ذكرنا في درس الأمس أن صيام عاشوراء على 3 مراتب، أن يصوم 9 والعاشر وال11، إن لم يستطع الإنسان أن يصوم 9 والعاشر، يبقى على الأقل هيصوم غدا اللي هو اليوم العاشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر به ذنوبنا وأن ييسر به أمورنا. في كل الأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صام يوما في سبيل الله، مش شرط بقى يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا يوم اثنين ولا يوم خميس ولا أي يوم من أيام البيض، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم بينه وبين النار 70 خريفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى لما يجتمع في هذا اليوم يوم خميس مع يوم عاشوراء، فبالتالي بيعظم الأجر ويعظم الثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منكم.